الأربعة ما واصل لها ماي الأروائية بشكل عام. يعني تبعنا الشرط العرب اليوم غالبيته مصدر عنده مصدرين، مصدر من الأروائية ومصدر من نفس الشرط العرب، يعني من نفس الشرط أقصد. مشروع المركزي اللي هو موجود بالتنومة الماء مالته يجي عن طريق الأروائية، أما بقية المجمعات لأسهم المجمع اللي يعطي إلى الجزر الأربعة فهذا يجي مباشرة من شرط العرب. بزيادة الملوحة وارتفاعها بعد سنه احنا يجينا اليوم نسوي مشروع بفترة قياسية زمنية هو ان نسحب ماء من الاروائية الى مجمعات خاصة بالجزر الاربعة ويعني نزودهم بالماء اللي خاص اللي يجينا من الاروائية. حقيقة اليوم بدينا تحديد المسار بوجود جميع الدوائر ذات العلاقة سواء القناة الاروائية او مديرية البلدية، مديرية الماء، مديرية الكهرباء، لها كل تشترك بها مع بعضها لان هذا المشروع هو يحتاج الى كل هذه الدوائر. ان شاء الله غدا راح تنطلق يعني العملية وفي فترة قياسية ان شاء الله راح نوصل الماء الى اهلنا في الجزر الاربعة. الإجراء المؤقت اللي سويناه هو أنه يعني قدرنا نحصل على نسميها حوضيات سواء من مديرية الماء، مديرية البلدية، مديرية البلديات، وأيضا من العتبة وأيضا من بعض الدوائر، وبدينا نوصل الماء بشكل مؤقت لحين إكمال المشروع إن شاء الله. إحنا الآن حقيقة أنا خوف بدي المشروع يكمل بعشرة أيام. نعم. داخل وفق المعطيات كذا وظروف حاول نطيس الآن كشهر، لكن نحاول قبل هذا الشهر نكمل إن شاء الله. هذا معناته بعدين قثابت يعني قثابت يعني مثلا شيء بشكل مؤقت، لأن المسار اللي حددناه هو نفس المسار اللي راح بالمناسبة إحنا إذا كمل عندنا مشروع الهدامة، هدامة شط العرب راح يزود أيضا جزر الأربعة بالماء اللي راح يجينا من الهدامة شط العرب. مشروع كبير طبعا مدة سنتين ذاك، لكن احنا الآن نريد شيء مؤقت إيصال الماء بطريقتين عندنا اللي الآن الصهاريج يعني آني وهذا المشروع اللي هو إن شاء الله يكمل خلال هذه الفترة.